قاعدين نصور يا عم. هلا انا سمعينا هاي امهات الشهداء. اوكي هلا نسمع فيهم اخوي مات. اخوي كلمات والله توثيق اكثر يتفضل. ايش بدنا نعمل؟ شو لازم نقول لها؟ كانوا بيقولوا نقول شباب مره شو عندها حجم علينا احنا لازم لا في شهداء كانوا عم يلموا الزيتون. ايه في سمع يلموا الزيتون. صوبوا اثنين هلا هلا اثنين صوبوا. انت الحقيقي انا صار انت صار 45 يوم 45 يوم هذا شيء يا شباب ابو نذير 45 يوم يا شباب قولي كلين الشهداء كلين يتفرج تفرج تفرج هذا ابنه تفرج تفرج ما عنده غيري الاب ولاد مين اللي كلين تفرج مين بلال زمس قتلوا شريحه الاسد اعلامي نفس الكاميرا نفس الكاميرا قالوا قتلنا اكبر مسلحين هلا تخارين هذا سلاح كان بلال زمس هلا في شباب خلوا عادي بس خلوا عادي عاد هيك.